نهلة، نهلة لطفي. واللي عينك زين ثابت ولحد دلوقتي محدش عارف ليه. اه تمام. سيادتك مين بس معلش؟ اه دي بقى أول مشكلة هتواجهك، إنك ما تبقيش عارفة أدري الزيات. اه لا معلش أنا آسفة جدا والله ما قريتش جرايد النهاردة. أكيد زين عينك عشان خفت دمك دي. إيه دي المؤهلات اللي هو بيحبها؟ لا والله. طب وحضرتك بتحب مؤهلات إيه معلش؟ برد الضوافر؟ طيب أنا المشرف على المحامين الجدد والمساعدين. واضح إن اللي عينك ما قالكيش على المعلومة دي. لا هي معلومة مهمة طبعا، بس هي الصراحة ما تهمنيش في حاجة، لأن أنا ولا محامية جديدة ولا تحت التمرين. أنا محامية في الاستئناف، واللي حضرتك ما تعرفوش إن أنا ما بحبش خالص حد يدخل مكتبي من غير استئذان، والأكيد بقى إني ما بحبش أبدا حد يعمل ضوافره عندي. وأنا بعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه والمكان اللي أنا عايزه. يا ريت تضيفي المعلومة دي للمعلومات اللي أنت ما تعرفيهاش. شوف بقى أنت إيه شغالة على إيه يا نهلة. طب ما انت شاطره. انا شاطره بجد. مذكره الاستئناف اللي انت عاملاها دي تجيب للمتهم 10 سنين ده اخرك. لا هو انا الكلام ده مش مقبول خالص بالنسبه لي على فكره، وانا ممكن جدا نروح ممكن ايه. لا ثانيه واحده. لا استني بقى. ايه ممكن ايه؟ هتشتكيني؟ طب اوكي اشتكيني. هتشتكيني مين؟ للأسف بقى يا نهلة، القضية اللي انت شغال عليها دي مش هينفع تشتغل عليها لوحدك، انت محتاجة إشراف. اه اهلا بيكي في مكتب المسيري زيدان. مين شغال معاك على قضية دانتا فود؟ مايا عاشور. طيب انا عايز اخد مكانها. ليه هو في حاجه؟ المحامي اللي قصادكوا يبقى بابايا. رضوان نعمان يبقى ابوكي؟ انا ازاي ما خدتش بالي؟ وانت ازاي ما تقوليش حاجه زي كده كل ده؟ ما اعرفش يا ادم، مش بحب اتكلم في الموضوع ده قدام اي حد. طيب هو انا اي حد برضو؟ مش دلوقتي. اوكي انا بقول انا ممكن اساعدك عشان تكسب. هتوافق ولا اطلب ده من حد اعلى منك؟ انت بتهدديني ولا ايه؟ موافق طبعا. شكرا. العفو.